القلم الحر مكون من مجموعة من الشباب قرروا ان هم يعملوا صفحة على الانترنت يقدموا كورسات ويعلموا الشباب ازاي يكتبوا قصص قصيرة او يكتبوا سيناريو او يكتبوا مسرحيات. هنتعرف عليهم اكتر وهنتعرف كمان عن اهمية السوشيال ميديا ان هي تكون بلاي جراوند او تكون نقدر نقول بيز لكل الشباب اللي من خلالها يقدروا ان هم يتفاعلوا مع بعض ويقدروا يشيروا خبرات بعض زي كده بلغة السوشيال ميديا يعني. فاحنا معانا النهارده سمر لطفي وهي مؤسسة الفريق وهيثم محمد وعضو من فريق القلم الحر. صباح الخير يا جماعه. صباح النور. واحنا سعداء جدا ان انتم موجودين معانا لان احنا دايما في نهارك سعيد بالذات يوم الاربعاء دايما بنحاول يكون يومنا موجه اكتر للشباب ودايما بنحاول نشجع الافكار الحلوه او اللعبه الحلوه كده زي ما بيقولوا. فابدا بيكي طبعا ليديز فيرست بعد اذنك. وانا فيمينست حتى الصوماله فخليني اتكلم معاكي واعرف ايه هو القلم الحر وتكون الفريق ازاي او الفكره عامه جات لك ازاي. ماشي. اولا انا عايزه بس صح فكره ان انا مش انا المؤسسه. المؤسسه اسمها هدير زهدي. طب والله العظيم هم اللي كاتبيني بقى مؤسسه. ايه رايك يعني عيب قوي بصراحه. هي المؤسسة هدير زهدي. الفكرة جات لها من تقريبا من أكتر من 5 سنين. كانت عبارة عن مجموعة كتاب جمعوا نفسهم وعندهم فكرة النشر الورقي كانوا بيحلموا بيها. كانوا كلهم بيكتبوا على النت مدونات قصص على النت. أيوة بالظبط. فكان نفسهم قوي ينتقلوا من النت بقى يبقى القصص مقروءة بقى ورقية بقى منشورة في دار نشر وكده. فجمعوا نفسهم عن طريق النت وعملوا جروب وفكروا يسموه ايه. ففكروا ان هو يسموه فريق القلم الحر. ومن هنا بدات الفكره وطلع اول كتاب اسمه ثوره لايك وكومنت كان متزامن مع بدايه الثوره. طب انا عايزه اعرف بقى الفريق ده اتكون امتى وكان اول ما بدا كام عضو موجود في القلم الحر؟ هو تقريبا ما كانش كتير قوي في الاول كان تقريبا 12 عضو مثلا. دلوقتي بقينا 33 وفي في زياد دايما يعني تقريبا دلوقتي بقينا 35. في ده والوقت ده كان متزامن مع ثورة يناير 2011 يعني؟ تمام. اوكي. فعملنا كتاب مجموعة قصص قصيرة عن الثورة. كان اسمه فجرت طاقات كتيرة جدا الثورة. هي تقريبا حركة يعني. النشر اتغيرت بعد الثورة، بقى في حركة في النشر الأدبي، بقى في حرية في الكتابة. دلوقتي دور النشر كترت قوي عن الأول، كان زمان عددها محدود وماشية بسياسة معينة. دلوقتي لا، السياسه اتفتحت للكتابه وبقت في دور نشر كتير جدا اللي هي دور النشر الخاصه. مفيش رقابه بقى خالص؟ لا في طبعا. ما هو انت ما حدش بينشر كتاب الا ما ياخد الرقم التسجيل بتاعه وده بيبقى فيه رقابه. بس الرقابه يعني قايمه بدورها ولا في بعض؟ هي دار النشر بتبقى يعني دار النشر ما بتقبلش اي عمل، لازم تقراه الاول وتبقى شايفه هل ده يصلح ولا ما يصلحش. هي بتتولى بقى كذا حاجه يعني تتولى مثلا التصحيح اللغوي بتاع الكتاب، الاخراج بتاع الكتاب نفسه، التصميم الداخلي وكل حاجه فيه. فطبيعي اي حاجه انت بتشوفيها بتلاقيها طبعا يعني تماما المواصفات اللي هي يعني انت بتشوفها في اي كتاب. اوكي. فنتاج القلم الحر كان نتاجها اول انتاج ليها هو الكتاب. اوكي. يعني هي الاول ما كانوش هي الاول كان كل واحد لوحده. بالظبط. فاول تجمع ليهم كان في كتاب ثوره لايك وكومنت. وبعد كده ابتدت الكتب بقى دلوقتي حوالي 7 كتب تقريبا. طيب خليني اتكلم معاك بقى واعرف هل في شروط معينه لدخول فريق القلم الحر ولا لا؟ ولا انت يعني اتجمعت معاهم ازاي؟ اتقابلت معاهم ازاي؟ هو انا هقول لحضرتك على حاجه. طبعا في كان شروط وهي شروط مش تعجيزيه خالص. هي بيفترض ان هو يبقى في الكاتب اللي بينضم للقلم يكون راجل عنده الملكه او عنده الموهبه من الاساسي على اساس ان هو يبدا القلم ان هو يساعده ان هو ينميها. انضمامي مع الفريق اللي اتشرفت ان انا انضم بيه يعني فكان عن طريق ان انا اصلا كاتب وقبل ما انضم مع الفريق انا كنت كاتب. ولكن اي واحد ومازلت كاتب. ايه ومازلت كاتب الحمد لله. الحمد لله. اي واحد فينا دايما بيدور على خبرات وبيحب ان هو يتحط في مجموعه يبدا ان هو يتفاعل معاها يديها وياخد منها. ف يعني الصراحه من اقوى الفرق اللي انا قابلتها في الوسط الادبي حتى يمكن على مستوى الوطن العربي هو القلم الحر. يعني ما فيش معايير معينه او شروط معينه لدخول تقريبا يعني تماما. ما فيش يعني ما اشكرش ان في غير ان هو يعني ان هو الواحد بيعرض شغله.
اوكي. ومن خلال اللي هو عرضه للشغل هو بيتم تقييمه من قبل الفريق. يعني ملتقى فني وادبي لكل الكتاب. بالظبط. هي ما فيش شروط معينه لانضمام اي حد؟ لا، في، هو بيقدم دايما معترضاني دايما اتفضلي. هو بس كل واحد بيقدم اللي هو مثلا عايز يخش الفريق بيقدم قصتين هو كاتبهم. وفي لجنه قراءه جوه الفريق بتقيمه، هل هل هو ينفع يكتب ولا ما ينفعش يكتب قصص قصيره. واللجنه دي مكونه من مين؟ من مجموعه مننا يعني. احنا بنقيم العمل، هل ده يصلح ولا ما يصلحش. في ناس طبعا رفضنا انها تخش. في نقاط يعني ولا ما هو انتوا كلكم عندنا كتاب. عندنا لكن فكره التقييم دي اكيد لازم تيجي من حد ناقد. عندنا عندنا في نقاد اوكي. فاحنا بنشوف العمل يصلح ولا لا، الكاتب يصلح ولا لا، ومش من قصه واحده يعني. احنا بنشوفه في قصتين ثلاثه يعني، نشوف قلمه عامل ازاي. يعني انا دلوقتي كاتبه قصه قصيره مثلا او كاتبه قصه وعايزه انضم ليكم، انضم ازاي؟ وهل فعلا زي ما انت قلتي مثلا لازم اكون كاتبه اكتر من قصه عشان اعرف انضم القلم الحر ولا ايه بالظبط؟ عشان لو في حد بيتفرج علينا وعايز ينضم معاكم. هي بتكلمي رئيسه الفريق ماشي، وبتقولي لها انا عايزه انضم، فبتقول لك ابعتي لي مثلا قصتين او ثلاثه بالظبط. تبتدي هي تاخد القصتين او الثلاث قصص دول تعرضهم على لجنه القراءه اللي موجوده في الفريق بالظبط. وبعد كده بعد ما يتم الموافقه بتقول لك على شروط الفريق، شروط دخول الفريق، ان انت مثلا تبقي مستعده ان انت تشتركي في كل فعاليات الفريق اللي هي مثلا ندوات، حفلات مثلا. احنا ساعات بنبقى التكلفه في الاول كنا بندفع مثلا اللي هي فلوس النشر، دور النشر، فلازم بتبقى بالتساوي، كل واحد اشترك في الكتاب بيدفع بالظبط بالتساوي بالظبط التكلفه كلها بتاعت الكتاب كاشتراك عيني يعني للكتاب. بس فهي دي الشروط بتاعت الكتاب، فوافقتي عليها بنضمك للفريق. لينا صفحه خاصه للفريق على النت عشان طبعا في الصفحه هي زي جروب كده. بس الجروب ده زي تقولي كده يعني مش ما حدش بيشوفه غيرنا كمان. لا هو في صفحه في جروب عام طبعا اكيد الجروب ده للناس اللي منضمه ده عليه 6000 ماشي. ده ماشي. وفي صفحه عندنا صفحه الفريق دي عليها مثلا 16000 متابع. الجروب السري بقى انا هسميه سري يعني، ده بيتم فيه اجتماعات الفريق. ماشي اوكي. اجتماعات الفريق، فالاجتماعات دي بنتفق بقى ايه شكل الكتاب هيبقى عامل ازاي، دار النشر اللي هنتعامل معاها، كل حاجه بتخص الفريق، ومن ندوات ورش، كل ده بيتم في الجروب السري ده. بعد كده بنعلنه بقى في الجروب العام، نبتدي بقى ننشره. طيب انتوا خليني برضو افهم دي عشان انا عايزه افهمها. دلوقتي في جروب من الكتاب بيكتبوا كتاب، يعني في ورشات جماعيه لكتابه كتب، وفي نفس الوقت انا لو عندي انا كاتب وعايزه انشر كتاب بتاعي بتساعدوني ان انا انشره ككاتب فردي، ده بيحصل عندكم ولا لا؟ هو احنا لسه ما عملناش ده، بس كل اللي اشترك معانا في الفريق كان ما كانش عنده يعني، في ناس كان عندها تجارب قبل كده زي هيثم، في ناس ما كانش عندها تجارب قبل كده في النشر. بعد كده الاغلبيه كلهم طلعوا كتب لوحدهم، بقى خلاص عنده خبره. بس في البدايه الكتاب يبقى جماعي اول الى الان، ممكن في ناس مشتركه عادي وهم عندهم كتب فرديه، بس هي حابه العمل الجماعي، حابه روح الفريق، كونت صداقات عن طريق الفريق، فطبعا الفريق صعب تسيبه يعني. طيب عايزه اتكلم كمان عن الكورسات اللي انتوا بتدوها للناس او الورك شوبس اللي بتدوها للناس. يعني فكره كتابه الروايه او القصص محتاجه موهبه يعني، دي مش حاجه هتعلميها لحد يعني. بس الكورسات بتكون عباره عن ايه وبتكون في ايه بالظبط؟ هو في ورش كتابه قصه قصيره، في دلوقتي عاملين ورش للمسرح، كتابه المسرح. اللي عندنا مثلا عن طريق النت بنعملها، بيبقى عباره عن زي محاضرات، بيتم المدرب مثلا بيشرح اللي بيدي المحاضره على النت، وبتدي بقى في تفاعل عن طريق النت، كومنتات، عن طريق الاسئله، استفسارات كده اهو. في ان شاء الله هنبدا ورشه عمليه، ودي اول ورشه لينا عمليه على ارض الواقع بقى، هتبقى ان شاء الله في نادي الادباء. هيتم فيها ورشه كتابه القصه القصيره. ومين مشارك معاكم بقى؟ هيقدمها استاذ معتز صلاح، هو ناقد مسرح، وفي ناس كتير قوي مشتركه فيها معانا في الفريق. هايل. طب هيثم، بما ان انت ليك نقدر نقول تجربه قبل كده في الكتابه لوحدك وانضميت للفريق، تجربتين اهو، وانضميت للفريق اهو، ايه الاختلاف وروح الفريق عامه اضافت لك ايه، وايه اللي استفدته من فريق القلم الحر؟ بص انا هقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا التجارب الفرديه بتبقى
شيء لحد ما قاسي، ان الواحد بيبقى متحمل الموضوع بشكل 100% انا مع نفسي. على اختلاف اما يبقى الواحد تبع جروب او تبع جماعه او تبع فرقه. فريق القلم الحر فادني في اكتر من حاجه. اول حاجه ان انا ما باجي بعرض فكره، احنا مثلا عندنا في الجروب سمر لطفي، منال عبد الحميد، بيتر، ماهر، اسماء فخر الدين، مجموعه من الناس، انا ببدا ان انا ممكن اتكلم معاهم. انا دلوقتي انا نازل السوق الادبي او سوق العمل بكتاب فيه كذا 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 مواضيع معينه، يقولوا لي طب ايه رايك يا هيثم ما تغير في الجزئيه دي، لا قدم دي، انا من وجهه نظري. فباخد اكتر فريقنا. ايه بيبقى هي الروح الفريق، بيبقى في حاجه اسمها برين ستورمنج جوه الفريق. كل واحد عدد الترابيزه بيسموه كده صح، بالظبط. كل واحد بيبقى موجود بالزبط. عنده فكره معينه بيبدا ان هو يطرحها، انا بستفاد وفي نفس الوقت بفيد طبعاً. الفريق ان انا برضه في ناس من الفريق بيبداوا ان هم يرجعوا لي. طب مثلا حته الورش مثلا ممكن احنا نتكلم ورشه المسرح، طب لا ممكن نعمل ورشه مثلا ادب الخيال العلمي، طب نعمل ادب رعب، طب نعمل ادب رومانسي. فانت بتستفيد ككاتب ان انت يبقى عندك تنوع وانت بيحصل صقل ليا والزملاء باقي الزملاء، حتى لو كان مثلا في من ضمن الفريق ناس ما نشرتش قبل كده شغل فردي، لا هي بتبدا ان هي تتفاعل، في هيثم، في منال، في بيتر، كل دول نشروا مع نفسهم نشر فردي، بيبداوا ان هم يصبوا خبراتهم في جوه المكان. طيب وانت معاكي مجموعه من الكتب صح؟ معايا المجموعه دي، ده بتوع فريق القلم الحر. دي اربعه منهم. ايه بقى اربعه كده؟ ده ورق كريمي. ورق كريمي دي مجموعه قصصيه اجتماعيه، ومشارك فيها كام كاتب؟ دي مش عارف ثواني. لا عدد كبير. لا يعني تقريبا 14 15 15 في كتاب مثلا زي ده، كتاب الادب الساخر اسمه كتاب ملوش لازمه. ايوه ده عباره عن مقالات ساخره وقصص كمان. ده مشترك فيه اربعه بس من الفريق، وفي كل واحد واخد جزء لوحده في الكتاب. اوكي سمر، انت شايفه انه في اقبال عليكم على النت؟ يعني كل شويه في ازدياد من الناس، وشايفه ان في تفاعل على الصفحه بتاعتكم كل يوم بيزيد؟ في تفاعل على الفريق، وفي وخاصه في الجروب العام في تفاعل طبعا عشان الورش اللي بنعملها واعلاننا للندوات كمان بتاعتنا. كل سنه تقريبا بنعمل ندوه او ندوتين. دي طبعا بتبقى الندوه بتبقى على ارض الواقع، طبعا بتبقى فيها تفاعل طبعا، وبنعمل ساعات حفلات توقيع للكتب. هايل. يعني الكتب مش بس مجرد ان هي كتب بتتنشر على النت كمان، ولا بتكون منشوره في كتب زي كده؟ هو في مثلا دور نشر بتعمل للكتاب ده زي في تطبيقات اللي بتنزل على الموبايل، تطبيقات الكتب اللي هي المقروءه دي بتروح منزلاها، ممكن تشتري الكتاب عن طريق التليفون وبينزل لك الكتاب عن طريق الموبايل. اي حد كان ليه من كتاب القلم الحر اي حاجه في معرض الكتاب السنه دي ولا لا؟ الفرق قصدك الكتب الفرديه ولا الكتب الاثنين يعني؟ في منال عبد الحميد يعني كتابها ليها عملين، مجموعه قصصيه وروايه. اول روايه في ثلاثيه اللي هي على انهار بابل الجزء الاولاني السبي، وليها مجموعه قصصيه اسمها تابوت العهد. انا كان نازل لي كتاب ساخر اسمه جبس صابون. بيتر نزل له روايه اسمها مملكه القطط. مجموعه كبيره يعني. اسماء فخر الدين نزل لها كتاب نصف كيان. مين تاني؟ محمود الجعيدي باين. هيراتيكا. عشان ما تنسوش حد يعني، واضح ان في محمود الجعيدي هيراتيكا. ومين تاني؟ في ناس كتير قوي كله طالع يعني كله عامل. انا بس عشان وقتي خلاص متهيألي بيخلص يعني، فعايز اعرف الناس تتواصل معاكم ازاي مره تانية؟ الصفحه بتاعتكم هو يكتب بس فريق القلم الحر هيظهر الصفحه والجروب عنده بالنسبه له، يبتدي بقى يبعت لنا رسائل واحنا بنرد عليه طبعا. اوكي طيب في حاجه تانية تحبوا نقولها عن القلم الحر احنا ما تطرقناش ليها؟ احنا كنا كنا بنعمل مسابقات للنشر، الفايزين فيها بينشروا معانا يعني، في الاول كانوا بينشروا معانا مجانا يعني، مثلا الاول والثاني والثالث بينشروا قصصهم معانا مجانا، بعد كده هما بيطلبوا ينضموا للفريق لما بيشوفوا نشاطات الفريق وكده، بيعجبهم الفريق فبيطلبوا انهم ينضموا للفريق. في حاجه نقطه اخيره بالنسبه للقلم الحر، هو الهدف ليه ان هو ازاي ان الواحد ينشر
بشكل جيد بشكل كويس ان الناس ترتقي بالمستوى الادبي طبعاً. والمستوى الفكري بالنسبه للشباب وبالنسبه للقراء كمان. صحيح. فهو ده بشكركم جدا. كان معايا سمر لطفي ومن احدى مؤسسي الفريق. حلو كده ماشي. وهيثم محمد عضو من فريق القلم الحر. بشكركم جدا يا جماعه وبتمنى لكم التوفيق. وطبعا هنا بيتكم في اي وقت تيجوا تقدموا اعمالكم الادبيه وكان نحب طبعا نتعرف على اعضاء الفريق كلهم بس بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. وبكده يكون خلص يومنا. من نهاركم سعيد ونشوفكم بكره وكروا عمل جديد.